سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت عينيه من جمالك وقلبه من جلالك ولسانه وذنوبه من الذي ذكر طالبه فأصبح فرحا مسرورا. وبعيد المنصور الحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب. ثم أما بعد، حقيقة بحضرة سيدنا الشيخ الطاهر شيخنا وحبيبنا وخليفتنا، نحن سعداء نكون معكم في هذا المساء الطيب في هذه الحديرة في هذه الجنة رياض الجنة، وجئنا له نبارك له الحج حج مبرورا وسعي مشكورا. إن شاء الله يا ربنا يعيدنا معه العمل قابل ومعه في المدينة على ساكنها صلى الله عليه وسلم وفي مناسك الحج. ونحن السعداء أيما سعادة نكون معكم لحضر شيخنا وخليفتنا مولانا شيخ الطاهر، متع الله بالصحة والعافية ونفعنا الله به واجعل مدد على يديه لكل من أحبه وكل من سلك منه وكل من خدمه بل وكل من زاره يا النبي الأول عليه الصلاة والسلام. فبمناسبة يعني آخر أيام السنة الهجرية مقبلين على عام جديد والعام الهجري هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتكلم مقتطفات أو لمحات أو وقفات في السيرة النبوية ونأخذ من الهجرة ونعكسها على مشارب التصوف. المجال يتعلق بالتصوف، نشوف استشف السادة الصوفية حياهم الله وإياهم من هذا الحدث التاريخي. هذا الحدث غير كل الخريطة، وهذا الحدث غير كل المفاهيم التي علقت بأذهان الناس، وهذا الحدث كان ولم يزل يعني لبنة لكل سالك ولكل مريد ولكل داعي.